رجع الشربيني رجع. ده ايه الليله اللي اتحدفت على دماغي دي؟ هو الراجل ده مش ناوي يموت يا اختي زي القطط بسبع ارواح؟ ده ايه ده؟ عارفه يا سليله، انت عمرك ما هترتاحي ابدا. اتبطي واسكتي، انا مش طايقه روحي يا اختي. روحي صلي لك ركعتين لله، يمكن يسامحك. ده احنا في ايام مفترجه، يمكن يكون لك يا اختي ساعه استجابه. يا اختي بلاش الكبر، الكبر ده من الشيطان. بقولك ايه، اوعي يا بنت تكوني فاكره ان انا مصدقه الشويتين اللي بتعمليهم دول. اوعي تفتكري يا اختي ان انا عايزاكي تصدقي او ما تصدقيش، ما يهمنيش. لك حق طبعا، ما انت شايله الغالي ابن الغالي، ودلوقتي سيدنا الشربيني هيجي ويحطك انت وهو على راسه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. شهر رمضان ميزه الله عن باقي الشهور، فهو شهر الصيام والقيام وشهر الحسنات. فيه ليلة خير من ألف شهر، هي ليلة القدر، والقدر هو الشرف العظيم والتقدير الحكيم لرب العالمين. من أحيا هذا الشهر فإنما أحياه سنة وفرضا وحكمة وإحياء لما جاء في القرآن الكريم وفي هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان وليلة القدر من أعظم الشهور وأعظم الليالي. ليلة القدر الحكمة من إحيائها هي أن نتذكر نعمة الله علينا بإنزال القرآن الكريم فيها هدى للناس، لأن فيها اليوم والساعة والقدر لنزول القرآن الكريم. شهر رمضان وليلة القدر هي ليلة عظيمة، كلنا لا بد أن نحييها بما فيها من صلاح وتقوى بالعمل الصالح، بأن نقوم فيها بالحسنات والفضائل، وأن نقدم فيها للفقراء والمساكين ما نستطيع في هذا الشهر الكريم على طول مداه، لأنه شهر عظيم، شهر الفضائل، شهر الله الذي ميزه عن جميع الشهور. شكرا لكم. افتحي الباب. اقعدي انت، رايحه فين؟ هفتح الباب. حسبي الله انا اللي هفتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. على محلوك. الحمد لله على السلامه يا سيدنا. صمم من هنا في فرشه ابويا. نورت البيت. أنا مهلوك عليك. ربنا يخليك لينا يا سيدنا. نورت البيت يا سيدنا. آه.